مرحبا، اليوم راح نسوي دبس الدجاج. يلا ويايا. راح نحتاج دجاجة نقطعها بهالشكل هذا، نغسلها وننشفها من المي، ونحتاج طماطة، 2 طماطات نقطعها بهذا الشكل، نحتاج 2 بوتيتات نقطعها بهذا الشكل، وبصلاية كبيرة نقطعها نص نص، و3 خواشيق أكل، معجون طماطة، نحتاج فلفل أسود وكاري وملح. بالبداية أنا راح أقلي البوتيتا وأقلي البصل، ما أقليها كلش مستوية بس أخليها شوية تشقر، والبصل همات بس أسوي أشقر. هسه راح اضيف الفلفل الاسود يعني حبه شويه فلفل الاسود ظاهر، اذا انتم تحبوه حطوا قليل بس طيبوا اياه. وراح اضيف له كاري، وراح اضيف له الملح واخلطه. راح اغسل ايدي وهسه اسوي الطماطة صوص. Like this, I will add it. Like this.
راح احطه بالفرن لمدة ساعة ونص على درجة حرارة 425 فهرنهايت لحد ما يستوي. تبسي الدجاج صار هسه جاهز، ريحته تخبل وطعمه يجنن، نقدر ناكله ويا التمن. جربوه وقولوا لي رأيكم، ولا تنسون تسوون لايك الإعجاب والاشتراك. ألف عافية.